السابق المرحوم الحاج أحمد المحوتي، اللي بالمناسبة أسأل الله أن يجدد عليه الرحمات في هذا اليوم. قلت كان الوضع الحزب على مستوى الإقليم جيدا، ولكن ما كناش القوة السياسية الأولى في الإقليم ولا وطنيا. لكن منذ المؤتمر الإقليمي سنة 2017 والمؤتمرات الإقليمية اللي انعقدت في مختلف أقاليم المملكة، وأيضا مؤتمر الجديدة بمؤتمر وطني، وفي الحقيقة منذ ما جاء الأخ الرئيس عزيز أخنوش اللي أعطى واحد الانطلاقة وواحد الدينامية مستمرة، وفعل الحزب المؤسسات ديالو وخرج المنظمات الموازية واعتمد مقاربة الإشراك والإنصات وحدد الأهداف، وكذلك عبأ كل طاقة ديالو، وكذلك قدم برنامج ينطلق من الحاجيات والأولويات الملحة للمواطنين، وهو البرنامج الذي تفاعل معه بشكل إيجابي المواطنين، وبالتالي أصبحنا القوة السياسية الأولى. أصبحنا قلت القوة السياسية الأولى، وتصدرنا مختلف استحقاقات الانتخابية. وفي الوقت اللي كان تجمع الوطن الأحرار حدد أهداف وكذلك الاستراتيجية اللي تشتغل بها لتحقيق النتائج والأهداف، كان البعض من لا يؤمنون بأن بالعمل وبالمعقول تتحقق الأهداف والنتائج، كان يسخرون بدينامية الأحرار ويعتقدون بأن صعب الحزب ينتقل من المرتبة الرابعة للمرتبة الأولى، ومن 37 مقعد لأكثر من 100 باش تصدر الانتخابات. ولكن بالعمل وبالمعقول وبثقة المواطنين استطعنا أن نتصدر الانتخابات، وانتقلنا من 37 مقعد ل102، وترأسنا الحكومة. وبثقة المواطنين أيضا، الناس اللي كانوا كيشكوا في القدرة ديال التجمع تراجعوا من 125 ل13 مقعد، وبينت لهم الانتخابات على الحقيقة والحجم ديالهم. وكما كانوا كيشكوا في القدرة ديال التجمع في صدارة الانتخابات، اليوم يشكون في قدرة التجمع على إنجاح هذه الحكومة، ويشكون في قدرة الحكومة على تنزيل البرنامج ديالها اللي هو واحد البرنامج واقعي، برنامج يستجيب لتطلعات المواطنين، برنامج اللي فيه مجموعة ديال الالتزامات، الالتزام بتنزيل الوش الملكي ديال الحماية الاجتماعية، الالتزام بإصلاح قطاع التعليم، الصحة، توفير فرص الشغل، وهو كما قلت البرنامج اللي كي يلقى أجوبة وحلول لمشاكل المواطنين، واللي عندنا الحمد لله من الكفاءات ما يجعلنا قادرين أننا الحكومة تنزل البرنامج ديالها. وسعيد جدا اليوم أن واحد من هذه الكفاءات اللي كانت في الحكومة يتواجد معنا المستشار محمود الصديقي وزير الفلاحة، اللي ساهم إلى جانب الأخ الرئيس اللي كان وزير الفلاحة في إنجاح مخطط المغرب الأخضر، واليوم بكفاءته لنا الثقة أنه إن شاء الله بصفته وزير غادي ينزل البرنامج أو المخطط الجاي الأخضر. إذا الإخوة والأخوات، كما قلت أنه بالعمل وبالمعقول والجدية تتحقق الأهداف، وهذا الحزب هو رمز للعمل وللمعقول وللوفاء بالالتزامات. ومن بين الالتزامات ديال الحزب هو التزامه مع الشباب، لكن ما كنعرفوا بأن التجمع الوطني الأحرار كان سبق وأعلن على أنه غادي يعطي فرصة للشباب للمشاركة السياسية ولخوض الانتخابات ولتحمل المسؤولية. وشتوا الانتخابات الأخيرة الأهمية اللي أعطى الحزب والفرص اللي أعطى الحزب للشباب، واللي طبعا أنا واحد منهم، وبالمناسبة كنشكر الأخ الرئيس والأخ عبد القادر سلامة على الثقة، وكذلك الأخ محمد قجار على المواكبة ديالو الكبيرة. وكنشكركم أيضا أنتم كاملين المناضلين والمناضلات، رؤساء الغرف، المنتخبين، السيد رئيس المجلس الإقليمي، على الدور الكبير اللي قمتوا به في الانتخابات السابقة، خاصة على مستوى تحقيق النتيجة ديال الفوز بمقعد الندور. وبالتالي فأجدد لكم الشكر مرة أخرى، وكذلك أجدد لكم الالتزام بأنني سأظل رهن إشارتكم لخدمة كل ما يتعلق بالصالح العام وخدمة كل قضايا هذا الإقليم والجماعات التي تنتمون إليها طبعا. قلت بأن الالتزام ديال الحزب مع الشباب
وعطيت النموذج ديالي وكاين مجموعه ديال النماذج اللي عطى لهم الحزب الفرصه في الجامعات كاين محمد الغلا محمد بجار ياسين كماخ مراد الخليفي ليلى فونونو ولا اللي حطوا طويله وكذلك على مستوى الشباب التجمعيه كاين الاخ علاء اللي اليوم كيشغل منصب رئيس مجلس الجهه اللي هو شاب وفي الحقيقه هذا الالتزام ديال الحزب مع الشباب هو ماشي التزام فقط مع الشباب هو التزام مع الوطن والملك لان جلاله الملك دائما كان يدعو الاحزاب السياسيه الى اشراك الشباب في الحياه السياسيه وفي الحياه العامه وايضا ان الحزب اللي نعطى المسؤوليه للشباب ماشي يجب معطى لهم مواقع المسؤوليه وانما بعد ما خرج المنظمه ديال الشبيبه التجمعيه اللي كانت واحد الفضاء للاستقطاب ولتقطير الشباب وانتم على مستوى اقليم الناظور عشتوا معنا خاصه الشباب الديناميه اللي اشتغلت بها الشبيبه التجمعيه على مستوى الاقليم المشاركه ديالنا في عدد من الجامعات الصيفيه تنظيم منتديات اقليميه محليه جهويه واللي كانت كلها فضاءات للشباب لفتح نقاش و طرح مجموعه من القضايا التي تهم انشغالات الشباب وكذلك لبلورة تصورات وحلول لمشاكل الشباب واللي هي التوصيات اللي رفعناها كشبيبه للمكتب السياسي واللي تمناها في البرنامج الانتخابي واللي كذلك نجدها الان في البرنامج الحكومي وانتم شفتوا البرنامج الحكومي فيه مجموعه من الاجراءات اللي كتهم الشباب منها برنامج فرصه اللي غادي يمول حوالي 50,000 مشروع لفائدة الشباب اللي هو عبارة عن قروض شرف وكذلك برنامج أوراش اللي غادي يشغل 250,000 فرصة عمل بما فيهم الشباب وأيضا بطاقة جواز الشباب اللي غادي يدعم ولو الشباب للمرافق الاجتماعية وغيرها وغيرها من الأنشطة والبرامج اللي كتهم الشباب واللي غادي يكون عندنا في الأيام المقبلة الجمع العام الجهوي للشبيبة واللي غتكون فرصة باش نقدموا حصيلة عمل ديال الشبيبة وكذلك نفتحوا نقاش في مجموعة من القضايا اللي كتهم الشباب واللي هي كثيرة وانتم كتعرفوا بأن الشباب ديال المنطقة يواجهوا صعوبات في الولوج إلى في الحصول على فرص الشغل بسبب قلتها كذلك صعوبات للولوج للمرافق التعليمية والتكوينية والرياضية والثقافية وغيرها اللي هي مرافق يجب أن تكون متوفرة للشباب خاصة في هذه المنطقة اللي الحمد لله أحضر واحد العناية خاصة من طرف جلالة الملك حفظه الله اللي أعطى انطلاقة لعدد من المشاريع كمشروع مارتشيكا من أغلب المتوسط اللي كلها مشاريع توفر ظروف الاستثمار وبالتالي فنتمنى أن باقي المؤسسات أنها تنخرط وتخلق مشاريع موازية موفرة لفرص الشغل وكذلك توفر ظروف للشباب. إذا الإخوة والأخوات نكتفي بهذا سنلتقي في الجمع العام الجهوي للشباب لنتناول مختلف القضايا التي تهم الشباب فأجدد لكم الشكر واحدا واحدا وأجدد الشكر الخاص للأستاذ عبد القادر الأستاذ عمار والسيد محمد أجاب اللي حقيقة قاموا معي واحد جهد كبير وكونا في مختلف المراحل فشكرا لهم وأؤكد التزامي أمامكم بأنني سأظل إن شاء الله على إشارتكم وشكراً.